بسم الله الرحمن الرحيم يا قابل التوبة آدم يوم عاشورا يا فارج كرب ذنون يوم عاشورا يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا يا مجيب الدعوة صالح في الناقد يوم عاشورا يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وقت حاجتنا في الدنيا والآخرة واتل عمرنا في طاعتك محبتك ورضاك واحيينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بإذن الحسن وأخيه وأمه وبه وجده وبني ہے فرج عنا ونحن فيه. اس دعا کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلہا نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.